اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دائما بحلقه جديده من ولا اطيب. اكيد نحن بهالاسبوع مستمرون بالاكل اللي هو سعرات الحراريه تبعه كثير قليله، خاصه نحن قاعدين على فصل الصيف، رح يكون عندنا اطباق كثير شهيه ومهمه. خلينا نشوف الطبق الاول ونرجع نحن وياكم. مكونات كوسه مشوي مع الخضار والحبش: 100 جرام بازيلا، 100 جرام كوسه، 100 جرام جزر، 100 جرام بطاطا، 100 جرام ذرة صفراء، 100 جرام لوبي خضراء، 200 جرام مرتديلا حبش، 100 جرام كرات، 20 جرام ثوم، 500 جرام بندورة مطحونة، 20 جرام زيت نباتي، 10 جرامات حبق أخضر مفروم، 200 جرام جبنة موتزاريلا، ملح حسب الرغبة، بهار حسب الرغبة، وأوريغانو حسب الرغبة.